انا هو في الحقيقه خاص يدير بحث دقيق في هذه المساله هذه. انا من ضمن الناس لان داك اللي مات في القطار او اللي ماتوا في القطار هذوك راه خوتي، راه تقدر تكون امي، تقدر تكون اختي، تقدر تكون بنتي، نقدر نكون انا. فاولا لان سميتو السلامه ديال المواطنين المغاربه فهي سلامه ديال الوليد ديالنا كاملين، لان مواطن اللي تصب احنا راه بحال البنيان، الى واحد كنشدوا بعضياتنا احنا بحال الجسم، الى تالم واحد فينا راه غادي يتالم الجسم كله، يعني عضو فينا احنا راه تالم الجسم كله. هاد الناس اللي الا كان هناك سبب هو واحد النوع من يعني خص دار بحث دقيق ونعرفوا شنو هو السبب. الا كان السبب فعلا دايروا هذاك السيد خصو يتعاقب، الا كان السبب دايرينه ناس اخرين او لا خلل في جهه اخرى خصهم يتعاقبوا، وخص العقوبه ديالهم تكون عبره لجميع سميتو القطاعات اللي كاينه، يعني كي يكون وزير ولا يكون كما كان. بحال هذيك السيده اللي طاحت عليها حجره في القنطره، واش غير واحد غيولي حاضي مع بوطو، حاضي مع حجره، حاضي مع الطلابه، حاضي مع الشفاره، حاضي راه ولينا غادي في الزنقه وحاضي مع كل شيء، وبقى لنا حتى الصخر حتى هو محضيه معاه. هذوك الناس خصهم علاش ما كيديروش ما كيقوموش بان كونترول ويشوفوا الحاجه اللي ناقصه ويشوفوا كاينين بلايك مقلوبين، كتلقى قف واقفه ما هي ما واقفاش ومكتوبه فيها قف، كاين اللي مقلوبه ولات فيها فيق، يعني هادشي راه ما كتدخل للمدينه ما كتعرفش راسك فين كاين انت، ما كاينش وزاره الجهاز خصها تتحرك. واش وزاره الجهاز ما كدير والو؟ فينا هما الزناقي كلهم محفرين؟ اجي حدايا تشوف الزناقي محفرين، كنخلصوا الضرائب ديالنا والزناقي محفرين. وصلنا ان الان ولاو الناس كيموتوا بهذا السبب، وكاين حوادث السير اللي كتموت. هادشي كله فينا هما؟ فينا هي التوعيه؟ فينا هو هادشي كله؟ فينا هما هاد الفنانه اللي غادي يعيطوا غير لهاد الفنانه اللي تضيعوا ويعطيوهم ان بيدجي ويديروا هما التوعيه وكلشي يخدم؟ هادشي خصو يكون للاسف الشديد، هادشي ما كاينش.